كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم وأهلا وسهلا بكم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهكذا نكون مع كتاب الله تبارك وتعالى في محاولة لتدبر بعض المعاني والإشارة إليها، وإن كان هذا ليس هو التدبر التام لكتاب الله تبارك وتعالى، لكن كما قيل ما لا يدرك جله لا يترك كله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك أي محمد عن الخمر والميسر، يعني أحلال أم حرام، نشرب الخمر ونتعاطى الميسر الذي هو القمار أو لا؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع. فيهما منافع، هذه المنافع التي في الخمر والميسر، قال أهل العلم منافع في البيع والشراء بالنسبة للخمر، بالنسبة للميسر الإنسان أحيانا قد يربح في الميسر، هو الميسر قمار، هذا يخسر وهذا يربح، فهذا خسارة وهذا منفعة بالنسبة له. وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا للعقلاء، انتبهوا أيها العقلاء، إثمهما أكبر من نفعهما. وهنا الخمر مر بأربعة مراحل. مرحلة الأولى السكوت عنه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكت عنه. ثم جاء في هذه الآية فقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فيه رسالة إلى العقلاء: إذا كان إثمهما أكبر من نفعهما فالعاقل يترك. ثم جاءت المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرم الخمر وقت الصلاة فضيق عليه. ثم جاءت المرحلة الرابعة في الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجاء التحريم للخمر. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وآله وساقيها، كل هؤلاء حر لعنهم. فمن منا يرضى أن يكون ملعونا على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لزجاجة خمر أو كأس خمر؟ من يقبل هذا؟ ولما قال البعض: يا رسول الله إننا نتداوى بالخمر، قال: إنها داء وليست بدواء، فالخمر أم الخبائث، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاها ولا يجوز أن يرضى ببيعها ولا شرائها ولا يشارك في هذا، لا بيعا لا شراء لا عصرا لا طلب عصر، لا يسقي أحدا، لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لا يبيع لا يشتري لا يشارك
في أي جانب من جوانب الخمر، بل يبتعد كل البعد عن الخمر وأهلها، لأنها مذهبة للعقل، والعاقل لا يشرب الخمر ولو كانت حلالا، فكيف والخمر مما حرم الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر كالخمر وهو القمار الذي يفسد الدين ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، كل هذا مما حرم الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلنتذكر هذا ولا ننظر فقط إلى ما يجده بعض الناس من اللذة والراحة الكاذبة في شرب الخمر، بل نتذكر أننا عبيد لله تبارك وتعالى، نعمل ما يأمرنا به وننتهي عما نهانا عنه. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.